السلام عليكم. تعددت الحكومات وأزمة الكهرباء لا تزال تعصف بالعراقيين الذين يواجهون انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة. لم تفلح جهود حكومات الاحتلال المتعاقبة في إيجاد مخرج من هذه الأزمة رغم الوعود المستمرة بحلها في القريب العاجل. الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد أقر بوجود الفساد في وزارة الكهرباء قائلا: هذا هو السبب الرئيس للأزمة وأنا لا أخفيه، مشددا على حاجة شبكة الكهرباء إلى عملية تطوير شاملة. الأزمات التي يعيشها قطاع الكهرباء في العراق ليست وليدة اليوم، بل هي تراكمات لسنوات تلت الاحتلال الأمريكي عام 2003 مع غياب التخطيط لهذا القطاع، في حين تشكل هذه الأزمة ضغطا على رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني، خاصة في فصل الصيف عندما يزداد السخط الشعبي مع طول ساعات الانقطاع. يأتي هذا بينما وعد نائب رئيس الوزراء آنذاك حسين الشهرستاني قبل أكثر من 10 سنوات بأن العراق سيقوم بتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية في عام 2013، لكن وعده هذا كوعد عرقوب وكلامه هواء في شبك وسراب يحسبه الظمآن ماء. وهنا لابد من الإشارة إلى أن العراق ينتج نحو 26 ألف ميجاوات من الكهرباء، في حين تبلغ احتياجات البلاد إلى نحو 35 ألف ميجاوات، وبلغت التكاليف التشغيلية لشبكة الكهرباء العراقية في عام 2019 لوحدها نحو 9 مليارات و300 مليون دولار، بينما كانت إيرادات الوزارة أقل من 1 مليار دولار. وبلغت الأموال التي صرفت على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 أكثر من 81 مليار دولار. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: لماذا يعاني العراق من متلازمة أزمة الكهرباء على الرغم من الوعود المتكررة بإنهاء هذه الأزمة؟ لماذا عمدت الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال على تسريح أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال؟ هل أن مشكلة الكهرباء سياسية أكثر منها فنية؟ هل ساهمت الميليشيات من خلال مكاتبها الاقتصادية في الوقوف حجر عثرة أمام حل أزمة الكهرباء؟ أين ذهب مشروع الربط الكهربائي مع بعض الدول العربية؟ أين تكمن المشكلة وما هي الحلول؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفينا في برنامج طاولة حوار لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان الكهرباء في العراق استغلال سياسي ومعاناة دون حل. سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، ومن برلين الباحث في مجال الطاقة الأستاذ دريد عبد الله. نذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله. إذا مشاهدينا الكرام، نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج طاولة حوار الكهرباء في العراق استغلال سياسي ومعاناة دون حل. مرحبا بكم دكتور رافع، كما أرحب بالأستاذ دريد عبد الله. دكتور رافع، حياكم الله. حياك الله. متلازمة أزمة الكهرباء كعادتها ترهق المواطن العراقي منذ سنوات طويلة. هناك وعود حكومية زائفة بأنه ستنتهي هذه الأزمة، ولكن لم يلح شيئا في الأفق منذ عام 2003 وحتى الآن. هل مشكلة الكهرباء دكتور سياسية أكثر منها فنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ محمد وحيي ضيفك الكريم دكتور دريد. حقيقة ربما يعني قضية مناقشة الكهرباء أو هي قضية الكهرباء تمثل واقع العراق الحقيقة، واقع الذي وصل إليه العراق، أو تمثل وجها من أوجه ما عليه العراق اليوم. طيب، هذا قضية الكهرباء، الدولة تتحدث أو هذه الحكومات تتحدث عن مبالغ تصل إلى 100 مليار دولار صرفوها كمبالغ رئيسية على الكهرباء، والكهرباء غير موجودة الآن. المعاناة حدثني الكثير من أهل بغداد والمدن الكثيرة، نعم،
الكهرباء تأتي ساعتين تنقطع ساعتين، وربما خمس ساعات تنقطع وتجي ساعتين وهكذا. نعم. وهذا بعد 21 سنة من أزمة مستمرة. وأنت تسألني الآن هل هي مسألة فنية أم سياسية. مسألة سياسية؟ نعم. الحقيقة أن جذر كل المسائل في العراق هو جذر سياسي. القاعدة الأساسية في كل ما يحدث هو جذر سياسي. لو كانت فنية سأقول لماذا. لو كانت فنية يعني احنا كان لدينا كوادر في الكهرباء من أرقى الكوادر، ومثل ما قرأت كوادرنا لحد 2003 كان 34,000 في مؤسسة الكهرباء اللي هي كانت وزارة الكهرباء، صارت 2002 ربما بالضبط، صارت أو سنة 2000 صارت وزارة الكهرباء، كان 34,000، وفي عام 2017 يقولون 150,000، ومن عام 2017 لحد الآن هاي 7 سنوات التعيينات كانت في أشدها، ربما وصل الآن العدد تجاوز 250,000 موظف في الكهرباء. الغاية فيها نحن لدينا في العراق عموما لدينا عقول كبيرة، لدينا مهندسين، لدينا فنيين، لدينا هكذا العراق، هكذا يعني مدارسة وجامعاته ومعاهده خرجت كثير من الكوادر، كثير من العقول، وحتى ورش العملية خرجت الكثير. فلو كانت قضية فنية لكان حلت من زمان، لم نصل إلى هذا الحال، ولكان احتفظوا بالكوادر التي لديها خبرة ولديها قدرة ولديها من المهندسين الأكفاء. من هذا ليس له علاقة، هذا بعثي ذاك غير بعثي، لأنه في الإطار العام أنت بعثي وغير بعثي لا يؤثر على ضوابط معينة وعمل معين. أنت ذهبت إلى المحاصصات فزدت عدد الموظفين إلى 250، لكن الكهرباء ما زالت غائبة. فضلا عن ذلك، من اتخذ القرار في الكهرباء، من يعني من خصص الأموال، هو جذر سياسي، الإطار السياسي هو من خصص كل هذا، من صمم الوضع لهذا الموضوع. والأول والأخير نبدأ من البداية، هو لماذا الاحتلال الأمريكي جاء للعراق؟ هل جاء لبناء العراق أم لتهديم العراق وتخريبه؟ إذا كان لبناء تجربة لكنا الآن شهدنا العراق غير شكل، مثل ما تحدثوا عن نموذج العالم، وهذه كذبة كبيرة. الاحتلال جاء أمريكا عبر الأطلسي بهذا عتيدها وجنودها لتخريب العراق وتدمير العراق، تمزيقه وتمزيق شعبه ومجتمعه وقدراته الفنية لكي لا يستطيع العراق أن يقف على قدميه، وجاءت بهؤلاء كل الذين يحكمون العراق لرعاية هذا المشروع الذي يعني استمر 21 سنة لحد الآن، وخراب في خراب ودمار. وصلنا إلى نتحدث عن الكهرباء اللي هي من أبسط متطلبات أي مجتمع، صحيح. متطلبات أي فرد في أي وطن، توفروا له الخدمات الأساسية اللي هي مي وكهرباء. هذه قضايا يجب أن لا تناقش الآن، نحن الآن في القرن 21 الآن نتحدث عن كهرباء. الكهرباء العراق وصلت الكهرباء إلى أول دولة في منطقة الشرق الأوسط بالضبط، أعتقد عام 1917 وصلت الكهرباء إلى الآن. بعد كل هذه السنوات أكثر من قرن من الزمان نتحدث عن الكهرباء غائبة عن العراقيين. طيب ونحن الآن نتحدث والكهرباء هذه المطلوبة فقط لإنارة الشوارع والبيوت، هذه ليست مطلوبة لكي توفر طاقات كبيرة لمصانع كبيرة، صحيح. لمؤسسات صناعية كبيرة مثل ما كان لدينا، ليس لدينا هذا. إذن الأساس في كل هذا هو أساس سياسي، والأساس السياسي هو الذي اختار أن تكون ملف الكهرباء بهذا الفساد، بهذا الخراب. نعم. يختار له يعني مولدات غازية تعمل على الغاز وهو ما عنده غاز، يعرف من البداية أنه نعم. الغاز غير متوفر. نعم. إذن هو سيستورد الغاز، واستيراد الغاز طيب. نعم. لمن وربما سنتحدث عنها. فالجذر الأساسي في هذا هو سياسي وليس فني. طيب. أستاذ دريد، أجدد الترحيب بكم. كما ذكر الدكتور رافع بأن الكهرباء دخلت في العراق منذ 100 عام مع الاحتلال البريطاني عام 1917. نقفز بالتاريخ إلى قبل عام 91، حرب الخليج الثانية. كان يتمتع بالنسبة للكهرباء من المواطنين العراقيين ما يقارب 87% هناك موجودة الكهرباء، طبعا عدا الأعطال التي تحصل في المنظومة الكهربائية. في حرب الخليج الثانية تعرضت الشبكة الكهربائية إلى دمار وصل إلى 90% من هذه الشبكة، طبعا أعيد إصلاح الكهرباء بشكل تدريجي. السؤال الذي أطرحه هنا أستاذ دريد،
هل ما زال العراق يمتلك إمكانيات فنية من خلال العاملين في مجال الكهرباء لإعادة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي، مثل ما تفضل الدكتور بأنه الكهرباء يعني أصبحت في معظم دول العالم لا تشكل أي مشكلة بالنسبة للمواطنين فيها؟ تحياتي للجميع ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين الكرام. أولا في البدء أنه العراق خلال ما بعد 91 كانت الكوادر العراقية في مجال الكهرباء كصيانة أو كحركة مواد وكل شيء كانت بشكل عام محترفة، كون أنه خلال فترة الثمانينات تم تدريب هذه الكوادر من خلال إرسالهم إلى الخارج أو من خلال دورات في داخل العراق. هذه من جهة. الجهة الثانية، مشكلة العراق ما بعد 91 مثل ما ذكرت، نعم هي التدمير الشبه كامل يعني الشبكة الكهربائية، لكن حاولت كوادر الوزارة أو وزارة الكهرباء أن يعني تصلح جزء من هذه المشاكل، وفعلا قدرت نوعا ما أنه تصلح فيها، لكن الحصار اللي كان بهذاك الوقت منذ 91 حتى 2003 أعتقد صعب الأمور عليها، وبالتالي لم تتحسن الكهرباء بشكل جيد مثل ما كان متأمل، كون أنه الحصار جدا شديد وبالكاد يعني لجنة العقوبات في مجلس الأمن تسمع من هنا وهنا ببعض الأمور المتعلقة بشبكة الكهرباء. نعم. طيب دكتور رافع، الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد اعترف صراحة، قال بأن الفساد قد دخل إلى الكهرباء، وأن كما تعلمون بأنه تم صرف على الكهرباء حتى هذه اللحظة أكثر من 81 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003 وحتى الآن ربما أكثر هذا المبلغ. دكتور، أين ذهبت الأموال إذن؟ أولا أستاذ محمد، دعني أقول هو الفساد لو كان يشمل فقط قطاع الكهرباء لكانت الأمور زينة، نحن في نعيم. طيب. الفساد يشمل كل قطاعات الحقيقة، وقطاع الكهرباء جزء من هذه القطاعات. حجم الأموال التي وردت إلى العراق خلال من عام 2003 لحد الآن بعد 21 سنة تجاوزت تريليون ونصف تريليون دولار من واردات النفط. أين ذهبت؟ هذا العراق لو كانت هذه المبالغ مستغلة بشكل صحيح وطبيعي لكان العراق كله أعيد بناؤه مرتين أو ثلاث مرات بأرقى ما يمكن، ولكان الآن منارة للدنيا بالهندسة والبناء والرفاهية والبنى التحتية. هذا واقع الحال. طيب. لكن الحقيقة الفساد هو يعني مرض مزمن، وكل القوى التي حكمت العراق خلال 21 سنة جعلته مرضا مزمنا في العراق. عموما الحقيقة الأموال عندما تنظر إلى المبلغ أكثر من 81، يعني المبلغ يتجاوز 100 مليار وأكثر من 100 مليار، ربما 120 مليار صفوا عليه، هذا بشكل مباشر. أما المبالغ التي صرفت وحتى نتحدث عن الفساد، وين ذهبت هاي الأموال حقيقة؟ عندما يكون البلد، ولذلك أنا قلت هو الجذر جذر سياسي وليس جذر فني، لأنه لدينا العقول لدينا القدرات، وأكدها ضيفك الكريم دكتور دريد قال ما هي الكوادر التي لدينا. لدينا كوادر كبيرة جدا ومؤهلة لأن تعيد الكهرباء، وحتى في الظروف الحصار استطاعت أن تعيد 25 أو 26% أو ما يقرب من 30% قدرات. لكن أن يصمم من البداية أن العراق يجب أن إرادته تكون بيد قوى خارجية، هذه المشكلة الكبيرة. طيب. فبالتالي عندما خصصت محطات غازية، دكتور اشرب مي. شكرا جزيلا. العفو. آسف جدا. فعندما تخصص محطات غازية
والعراق ليس فيه غاز. نعم. الإدارة السياسية للعراق تعرف من البداية أن العراق ليس فيه غاز، وما يخرج من غاز مع استخراج النفط يحرق. والعراق لا ينتج الغاز، إذن علينا أن نستورد الغاز. عندما نأتي بمحطات حتى لو كانت تشكل 30% أو 40% من 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 كل المحطات الأخرى، المنظومة الأخرى توفر هذه الطاقة الكهربائية، فنحن أساسا سنعتمد على طرف خارجي، الطرف الخارجي إيران. فبالتالي نحن نشتري الغاز، هذا جزء من عندنا، نشتري الغاز من 4 إلى 5 مليار دولار سنوياً من إيران. نعم. إضافة إلى هذا نشتري الديزل، النفط الديزل. نعم. هذا أيضاً لتشغيل محطات الديزل أيضاً بهذا المبلغ 4 مليارات وكذا، ونشتري كهرباء جاهزة. نعم. يعني نشتري الكهرباء جاهزة أيضاً من إيران بحدود المليارين. نعم. فهذا المبلغ ما يقارب 12 مليار دولار، عدا أن نشتري كهرباء من دول أخرى. هذا مبلغ لا يمكن لبلد فاقد لإرادته وإرادته مرهونة. نعم. الطرف الإقليمي هي إيران، وطرف خارجي عند أمريكا. لا يمكن لهذا الطرف الإقليمي الذي يستفيد 12 مليار دولار سنوياً أو 10 مليار دولار سنوياً أن يسمح لك، وهو من يتحكم بالعراق بميليشياته وقواه وقدراته السياسية والحزبية، لا يسمح لك بأن تعيد الكهرباء بشكل طبيعي للعراق وتتخلى عن شراء هذه كل هذه المنظومة التي تحدثنا عنها، غاز وديزل. نعم. وكهرباء منهم. نعم. هذه واردات عالية جدا، هذا جزء من الفساد، جزء من التصميم على أن يبقى العراق مرهونا للآخرين وغير وما يمتلك إرادته. هذا جزء من ما هو مصمم. كان ممكن العراقي يجيب محطات هيدروليكية، محطات أخرى. نعم. يستفيد من الشمس والمحطات الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الرياح كثيرة كثيرة ويعمل على مؤسسات أخرى، شركات كبيرة ساعدة في هذا الموضوع، ولديه أموال ولديه كوادر ولديه قدرات، وهذه الأموال اللي صرفها أموال ليست قليلة. بالضبط. طيب لماذا مع ذلك وتساعد كل دول العالم؟ يعني العراق الآن ليس العراق في 91 إلى 2003، العراق من 91 أو 90 إلى 2003 كان وحيداً. صحيح. يعني محاصر مثل ما تحدث ضيفك الكريم، محاصر حصار شديد جداً جداً، والعالم كله تخلى عليه إقليمياً وعربياً ودولياً، العالم كله محاصرة الحقيقة. الآن كل العالم من عام 2003 لحد الآن بقيادة أمريكا والعصا الأمريكي، الهراوة الأمريكية، كله يساعد العراق. صحيح. الاتحاد الأوروبي للعالم إقليمياً عربياً دولياً، كله يساعد العراق، كله يساعد هذه السلطة اللي موجودة. طيب لماذا الكهرباء غير موجودة؟ إذن نرجع على مشكلة سياسية موجودة. مشكلة سياسية ومشكلة تعود في أصل المشروع. دكتور، لكن أيضاً هناك محاصصة ومحسوبية في عمليات التعيين. ما يعني هي 250,000 من جاءت؟ نعم. هم عندما يخرجون الكوادر القادرة. نعم. وقادر الكوادر المتمكنة. نعم. من دائرة الكهرباء ويجيبون 250,000 واحد دوائر الكهرباء. لماذا؟ يمكن ربما دائرة الكهرباء أكثر موظفين فيها في العالم. نعم. لأنه تشمل كل الأماكن، في القرى تلقى دائرة كهرباء وممكن تعين بها. كل جزء من المحاصصة، كل جزء من توزيع الوظائف. طيب. والمقاعد الوظيفية. نعم. للأحزاب تستطيع. طيب. أن أستاذ دريد، أريد أخذ رأيك في هذا الشيء. هناك من يقول أن انخفاض أموال الاستثمار في قطاع الكهرباء هو الذي أدى إلى تردي واقع الكهرباء، بينما هناك خبراء في مجال الكهرباء يتحدثون يقولون أن ظروف التشغيل غير القياسية وعمر المنظومة، نقص الوقود وشحة المواد الاحتياطية، كل هذه العوامل ساهمت في تردي واقع الكهرباء. ما رأيك في هذا الكلام؟ تماما رأيهم صحيح. كون أن العراق خلال فترة 21 سنة الأخيرة تنقصه الأموال، كون أنه يعني قطاع الكهرباء بالقطاعات الخمسة يعني حكومي، وبالتالي جبر العراق على أنه يعني يحاول أنه يعني يصلح ما أفسده المعارك وأفسده الحصار، وكل شيء بيديه، بالإضافة إلى ما قلنا فيه أنه الفساد وغيره
سببت كل هذا ببطء إصلاح الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى التهالك يعني التآلك الطبيعي للشبكة القديمة، جعل العراق اليوم من يعني الشبكة العراقية من أسوأ 3 شبكات بالعالم. هذه مشكلة. المشكلة الثانية، يعني لا أشاطر يعني ضيفك الكريم حول أنه العراق يجب أن يتحول على يعني محطات غير الغازية. نعم. ننظر هنا يعني جيراننا الكويت محطاتهم غازية، الإمارات محطاتهم غازية وهم لا ينتجون، كل 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 يعني كل استهلاكهم من الغاز هو مستوردات. نفس الحالة يعني جزء منها الآن السعودية حتى. نعم. غيرها. ليست المشكلة في توفر المادة أو الوقود لمحطتك، المشكلة في أنه يكون سعر الوقود لتشغيل هذه المحطات رخيص. طيب أستاذ دريد، إذا أردنا تحميل المسؤولية في انقطاع الكهرباء المستمر، من يتحمل المسؤولية الأكبر؟ الحكومات المتعاقبة مثلا، الاحتلال الأمري، من يتحمل هذه المسؤولية انقطاع الكهرباء على المواطنين العراقيين؟ أعتقد الكل يتحمل هذه المسؤولية. لا أستثني أحدا من الأطراف كلها، الأطراف الحكومية وغير الحكومية. مشكلة الكهرباء يعني ليكون المشاهد يعني بالصورة، الكهرباء في كل مكان هو أما الكل أو لا شيء، بمعنى أنه أما الخمس قطاعات في الكهرباء تعمل عليها وتشتغل بيها بنسق واحد باتجاه واحد وتطورها بشكل تدريجي مع توفر الاستثمارات يعني توفر الاستثمارات لديك، وبالتالي راح تتحسن الكهرباء تدريجيا والانقطاعات راح تقل إلى صفر. لكن هذا لم يحدث. تركيز البلد وتركيز الحكومة وتركيز الناس هو على قطاع واحد يسمى قطاع الإنتاج. هذا القطاع هو ليس القطاع الأول والأخير. أنت تنتج لكنك لا يعني لن يصل للمستهلك إلا النزر اليسير. أعطيك مثل سنة 2024 تقول وزارة الكهرباء إننا أنتجنا 27 جيجا واط، هذا ليس صحيحا ولا 26 حقيقة. في يعني في تقريرهم السنوي لوزارة الكهرباء الرسمي في على يعني على موقعهم الرسمي تقول إنه الإنتاج الكهرباء لدينا يتكون من التالي: 26 إلى 27 جيجا هي القدرة التصميمية للمحطات أو يعني للوحدات العاملة، مثل ما أنت عندك السيارة السرعة مالتها 240 كيلومتر بالساعة، لكن هذه تسمى قدرة تصميمية أو سرعة تصميمية، هذه السرعة لن تستطيع أن تصلها. نفس الحالة في العراق، 27 جيجا واط لن تستطيع أن تصلها. تستطيع في الحالة الطبيعية أن تصل كحد أعلى إلى 75% منها، أي بمعنى أنه بين 17 إلى 18 جيجا واط. لكن هذا لم يحدث، كون أنه الإنتاج العراقي من الكهرباء بهذه السنة لن يصل أكثر من 16 جيجا مثل السنة السابقة. 16 جيجا معناها أنه الذي يتم إنتاجه حقيقة ليس 27 بس 16. نرجع إلى يعني إلى بقية القطاعات. هناك قطاع يسمى قطاع التحويل وقطاع النقل وقطاع التوزيع وكذلك الجباية. كل هذه القطاعات سيئة مهترئة، فبالتالي هنا أنت تنتج 16 جيجا، لكن الذي يصل للمواطن والذي يراه المواطن من خلال النور والتكييف وغيرها هو فقط 6.5 إلى 7 كحد أعلى. نحن نتكلم ليس عن 27 جيجا بل نتكلم عن 7 واصلة للمواطن. هذه هي الفكرة الرئيسية التي يجب أن يعرفها الناس. نحن نتكلم عن منظومة ككل. هذه المنظومة لو أهملت أحدها وركزت على بقيتها ستكون الحالة نفس الحالة فيما لو أهملت يعني
كلها وركزت على واحدة هي هي أي بمعنى أنه الكهرباء في العراق يجب أن يتم تطويرها وصيانتها بالتزامن مع للخمس قطاعات. الأسلوب الإعلامي في مجارات الكهرباء وتطويرها هذا لن يحسن الكهرباء، هذا سيجعل الدولة بشكل غير مناسب أمام المواطن. المواطن يسمع كل يوم من وزير الكهرباء والمتحدث وغيره أنه نحن لدينا 27 ولدينا 90 ولدينا 30، لكنه عندما يعني يجلس في بيته يرى أن الانقطاعات ستكون 2-2 أو 2-4، وهذا يعني يجعله يتساءل من الصادق. هل الصادق هو ما أراه في البيت من انقطاعات، أم الصادق ما أراه على المواقع من أخبار؟ نعم دكتور رافع، هناك علاقة ما بين انقطاع التيار الكهربائي والميليشيات المتحكمة في المشهد السياسي والأمني، سنبحث معكم هذا الموضوع، ولكن دعوني أذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم. العين بالعين والسن بالسن والباد الله. يعني لو يتم التحقيق، لا اليوم اكتشفنا مئات المقابر الجماعية اللي تم فيها قتل هذه المجموعات من شبابنا بالملابس المدنية. هذه الجريمة الكبرى التي تعد واحدة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، تغييب مئات الآلاف من المواطنين. لم يبقى أي مغيب، الكل تم تصفيتهم. معذورين ينطينا زلمنا، ميتين ينطينا ياهم الحلبوسي، ما طول يضربيهم مغدورين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبحث في حلقة هذا الأسبوع من برنامج طاولة حوار الكهرباء في العراق، استغلال سياسي ومعاناة دون حل. أجدد الترحيب بالدكتور رافع الفلاحي والأستاذ وريد عبد الله. الدكتور رافع، كما ذكرتم تفضلتم قبل قليل بأن يعني الكهرباء وأزمة الكهرباء لها علاقة بإيران، حيث أن العراق يستورد الغاز من إيران، وبالتالي ليس من مصلحة كما تفضلتم ليس من مصلحة إيران أن تساهم في إعمار المنظومة الكهربائية أو الشبكة الكهربائية. ولكن تعتقد أن الميليشيات المسيطرة على الوضع الأمني والاقتصادي من خلال مكاتبها الاقتصادية تقف حجر عثرة في حل أزمة الكهرباء؟ يعني هم لا يريدون مثلا على سبيل المثال شركات ألمانية مثلا سيمنز أو شركات أمريكية إلكتريك جنرال، وبالتالي هم يمنعون هذه الشركات من الاستثمار وتحسن نوعي في الكهرباء. هل تعتقد أن الميليشيات لها علاقة بأزمة الكهرباء في العراق دكتور؟ سيد محمد سأجيبك على ذلك، لكن قبل ذلك يعني أريد أن أقول أن ما تحدث به دكتور دريد قبل قليل، هذا الكلام العلمي المنطقي المفهوم الصحيح الواقعي، يذكرني بكلام، لذلك قال يعني يجب أن نبتعد عن الكلام الإعلامي في تفسير هذا الموضوع، يذكرني بكلام ناطق باسم وزارة الكهرباء قبل أيام ليخرج للناس ويتحدث يقول إحنا ما عندنا أزمة كهرباء، إحنا عندنا أزمة ما
أدري بالتوزيع ما أعرف بالكلام نعم. يعني بالمجمل معيب جدا أن تتحدث بهذه الطريقة وتريد تقنع المواطن العراقي أنه إحنا ما عندنا أزمة بالكهرباء نعم. وأنت طوال 21 سنة تعيش الأزمة ليلة نهار شتاء وصيفا والمواطن يعاني منها، درجات الحرارة في العراق تصل يعني تعبر 50 في كثير من المدن، أقرأ يعني يوم أمس أو قبلها أكثر من 5-6 مدن عراقية أكثر حرارة من كل مدن العالم، كل مناطق العالم. هذا المواطن اللي أمام خدمات غائبة في كل شيء والكهرباء مقطوعة ودرجة الحرارة أكثر من 50 55 و60، وهذا بالظل الله أعلم يعني ربما تتجاوز 70. هذا المواطن عليه أن يتحمل هذه الظروف لأجل ماذا؟ يعني لعيون من؟ لعيون هذا الوضع البائس اللي يعيشه، هذا الوضع الرث اللي 21 سنة حتى هويته ما يعرفه عموما. هذا من ناحية. الناحية الأخرى اللي تسأل عنها حضرتك، قبل أيام كانت تحدث سفيرة ألمانيا في العراق، سفيرة الألمانية في بغداد، كانت تتحدث عن الشركات الرصينة، تحدث عن شركات ألمانية، قالت إنه الشركات الرصينة الألمانية لا تأتي للعمل في العراق لأنه يبتزونها، يطلبون منها رشا وهي لا تأتي. لذلك قالت بالنص، قالت إنه الموجود في العراق هي شركات ليست رصينة، شركات لا تعني شيئا. لذلك طوال 21 سنة شاهدنا كثير من الشركات التي ليس لها أسماء، بعض الشركات مكاتب موجودة في لندن ما أعرف وين، بأي مكان بالهند، مكتب صغير مسجل باسمه شركة لا تملك شيئا. قبل أيام كنت أقرأ عن محافظة الديوانية معطين مقاولة لشركة يعني لإصلاح أو لتطوير 12 أو 16 أو 18 منطقة هناك، تخلت لأنه ما عندها آليات، منطية مقاولة كبيرة لإعمار 18 منطقة، وظهر أنه هذه الشركة لا تملك آليات ولا يستطيعون معاقبتها لأنه الشرط الجزائي من ينسحب من هذا يدفع مبالغ كبيرة جدا والحكومة يجب أن تدفع، فلذلك لا يعقبه. هذا كله يعيدنا إلى القول أنه هناك فساد، هناك خراب، هناك تدمير. هذا جزء من عنده، عندما الشركات الرصينة لا تعمل في العراق هناك من يبتزها، وقالتها بشكل واضح جدا السفيرة الألمانية، قالت من يبتزهم هم موظفين في الدولة العراقية، مسؤولين في وزارات عراقية، من هم الذين يحكمون العراق؟ اللي يقولون نعود إلى ما سألتني عنه الميليشيات. عندما تحكم الميليشيات والعصابات تحكم بهذه الطريقة، نعم يبتزون العالم، يريدون من هذه المقاولة 20% النسبة، 15% يجب أن تعطيها إنه، وهكذا تصرفوا مع العراق 21 وكأنه ضيعة للذين خلفوهم. وهذا العراق، هذه أموال العراق ليست ملك حكومة، يعني ليست ملك حكومة السوداني وحكومة عادل عبد المهدي وما أعرف منه والمالي، لا هذا هاي الأموال ملك العراقيين كلها، وهم يقولون في دستورهم بالمادة الأولى يقولون أن النفط ملكا للشعب العراقي. طيب وين الشعب العراقي من هذا الملك اللي كل الأموال هي من النفط وتذهب بهذه الطريقة ويبتزون العالم لكي يسرقوا ولا تستطيع الشركات أن تعمل في العراق؟ لذلك عندما تأتي إلى الحديث عن الشركات العظيمة والعراق هذا اللي كل العالم لا تأتي، لأن الشركات الرصينة لا تستطيع أن تعمل في بيئة ملوثة، بيئة غير طبيعية شاذة، هناك بيئة شاذة تريد أن تبقى الأمور في نصابها بهذا الشكل. وتحدث عنها الدكتور لؤي دريد قبل قليل، قال انه المشكله يعني المحطات الغازيه قد سعر الغاز هذا اللي نشتريه لانه رخيص، نحن نشتري هذا الغاز من ايران باعلى سعر وممكن ان نشتريه من مصادر اخرى باقل من هذا السعر بكثير، لكن لا يسمحون بهذا، يشترونه من ايران بهذا السعر لكي يفيدوا الاقتصاد الايراني، وهذا جزء من الحالة التي يعيشها العراق الآن، تهريب الأموال وتهريب، هذا كله جزء من حالة خدمة طرف إقليمي على حساب بلدك، على حساب شعبك، على حساب. إذن وعود مرة أخرى، جذر وين؟ الجذر سياسي. نحن نحتاج إلى حكومة وطنية تستطيع أن تكلف الكوادر الوطنية والعقول العراقية بإنتاج وتصنيع شيء
شيء يخدم العراقيين وجزء من عنده الكهرباء. سنأتي على موضوع الحلول في نهاية هذا اللقاء، في نهاية هذا البرنامج. أستاذ دريد، يعني بشكل فني، الإخفاق في الاعتماد على المحطات الهيدروليكية وعدم الاهتمام بهذا النوع من التوليد، ورغم من أنه يعتبر طبعا نوع مفضل ورئيس والأكثر استقرارا ونظافة للبيئة، وعدم وجود رؤية واضحة لأهمية الطاقة المتجددة كما تفضل الدكتور رافع، مثلا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، في هذا السياق هل تعتقد أنه يعني على العراق أن يقوم الآن باستثمار الطاقات المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية؟ هل حان الوقت لذلك؟ العراق متأخر في بدايته لاستثمار الطاقات المتجددة، وهو على الطريق بهذا. يعني هناك الآن مجالات كبيرة أو كثيرة للطاقة الشمسية وحتى طاقة الرياح، وهناك مشاريع ضخمة بدأت في يعني بدأ في إنشائها. ليست المشكلة هنا يا سيدي، المشكلة هنا مشكلتنا في اختيار النوع الوقود الملائم لمحطاتنا. لو أعطيتني الفكرة في تحويل المحطات، كل محطاتنا إلى وقود معين، فأنا سأعطيك أما الفحم أو الغاز ونترك كل ما بقي من أنواع وقود، كون أنه بقية أنواع الوقود ستكون مكلفة للعراق، حتى يمكن أن يعني من الممكن أن تنتج منها الكهرباء. نحن نريد وقود رخيص، والأرخص هنا أما الفحم، ونحن ليس لدينا أي محطة للفحم. والغاز، العراق لو حول كل محطاته للغاز سترى أنه خسائر الكهرباء، الطاقة الكهربائية في العراق ستقل. هذه هي الفكرة. نحن يعني بلد غاز، لسنا غازيا، نحن بلد نفطي فقط. لذلك يجب أن نتعود على أنه نستورد الغاز من إيران، ونستورد الغاز من تركمانستان ومن روسيا ومن قطر. هؤلاء هم ما يعني احنا نحتاج هذه النوعية لرخصها. وبالتالي على فكرة إيران خلال الخمسة أشهر السابقة تبيع الغاز للعراق حسب معادلة سعرية مربوطة بنفط عمان ونفط دبي. هذا يعني كمية أو سعر المتر المكعب من الغاز الذي نستورده من إيران هو الأرخص حوالين كل المنطقة. هذه هي واضحة الفكرة. هذه التي تقول أنه يجب أن نتحول عن الكهرباء هي خاطئة تماما. يجب أن بالعكس، يجب أن نركز على الكهرباء وكذلك على الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية، ونحن نعمل فيها. لكن العراق يحتاج أن يحول كل محطاته إلى المحطات الغازية، ويبدأ في بناء أو مد أنابيب من الدول التي تصدر كميات أكبر وبشكل مستقر من الغاز إليه سنويا، كروسيا من خلال تركيا، وكذلك قطر من خلال الخليج العربي. هذه سيجعل هناك سعر مناسب للإنتاج، سعر أرخص على المواطن، وكذلك تحميل الدولة تبعات أو ضغط يعني إنتاج الكهرباء يعني سيكون أقل. هذه جزء من الحل، هي ليست الحل، لكن الجزء المهم هذا هو أنه يجب أن نعرف ماذا نريد. الإيرانيون يصدرون لنا 8.5 سيصدرون في هذه السنة 8.5 مليار متر مكعب من الغاز. سعر المتر المكعب حوالي بالضبط، يعني ليس حوالي، هو بالضبط حوالي 30 سنت. معناها أنه نحن ستكلفنا حوالي التكاليف هي 2.5 مليار متر مكعب واصلة إلى الحدود. هذه واحد. الثاني، كل يعني مثلا الأسعار التي تصل إلى تركيا من تركمانستان
أو من روسيا ستكون أسعارها أكثر من هذه بحوالي 35 أو 40 سنة، بمعنى أنه العراق يستلم من إيران غاز بسعر مناسب أو سعر السوق في الشرق الأوسط. هذا يجب أن نعرفه. الشيء الأخير هو أنه العراق يحتاج أنه يوضع استراتيجية عمل حقيقية، تقليل يعني أو تخفيف كمية الكوادر التي في وزارة الكهرباء اللي وصلت اليوم إلى حوالي يعني 220 إلى 230 ألف موظف، وكذلك يعني تقليل الضائعات، تقليل الضائعات من خلال يعني من خلال التركيز على الخمس قطاعات التي تحوي شبكة الكهرباء، وهذه الخمس قطاعات يجب تطويرها بنفس الوقت بشكل متوازي، وإلا سنظل سنويا بنفس الساقية، نسأل نفس الأسئلة في نفس الوقت من كل سنة. شكرا. دكتور رافع، في عام 91 بعد الحرب استطاع العراقيون يعني أن يعيدوا التيار الكهربائي بجهود محلية خالصة، واستطاعوا أيضا في زمن قياسي أن يعيدوا 25% من الطاقة الإنتاجية للكهرباء، لكن بعد الاحتلال كما تعرفون تم تسريح وإنهاء خدمات أصحاب الخبرة والكفاءة، ما هدفهم من وراء كل ذلك؟ أستاذ محمد، قبل أن أجيبك على ذلك أريد أن أعلق على ما قال الدكتور دريد قبل قليل. ما دمنا نتحدث في استراتيجيات، وذكر استراتيجيات، يجب أن نفكر بشكل استراتيجي بشكل بعيد المدى. أولاً، عندما نعتمد على طاقة نولدها من الفحم فنحن يجب أن نفكر في البيئة، لأن طاقة الفحم عندما نعتمد عليها لتوفير الطاقة أو لتوفير أي شيء ستؤدي إلى تلوث البيئة، وهذه العالم كلها تخلى عنها سابقاً، الفحم. فبالتالي تلوث البيئة ونحن لدينا بيئة ملوثة، هذا ليس تفكيراً استراتيجياً، سيؤدي بنا إلى خلل كبير. نقطة ثانية، عندما تريد أن تبني قوتك، تبني دولتك، يجب أن تعتمد على نفسك بالقدر الذي تستطيع فيه أن تعتمد على مواردك في توفير ما تحتاجه. كل الدول التي تبني قوة تجعلها مستقلة وذات سيادة وقدرات ومحترمة في العالم تعتمد على قدراتها الذاتية في توفير يعني باستغلال أو باستعمال مواردها الخاصة. عندما نستعمل الكهرباء وهي يعني قطاع مهم جدا جدا في حياة شعب كامل وفي حياة وطن، عندما نرهن الكهرباء باستيراد الغاز باستمرار من إيران أو من غير إيران، نحن من البداية وضعنا نقطة مهمة سوداء في قدرة العراق على الوقوف على قدميه وتحقيق استقلاله وسيادته. ونحن لدينا قدرات داخلية نفطية وحتى غازية، حتى غازي في استغلالها لتوفير. نعم، نحتاج إلى خمس سنوات ما أعرف إيش قد حتى يسوون لنا معمل غاز ويسوون لنا ما أعرف شنو كذا، لكن على الأقل نستطيع الآن خلال هذه الفترة الحين ما نوفر الغاز اللي حققنا ذاتياً قدراتنا في استخدامه، وهو غاز عراقي. ذاك الوقت نستخدم ما لدينا من قدرات خاصة تشغل هذه. على الأقل هذا التفكير الاستراتيجي الذي يؤدي. أما أن نرهن قدراتنا وقواتنا للخارج، هذا معناه أن إرادتنا مرهونة للخارج بطرف خارجي يستطيع أن يوقف هذا في أي لحظة، ويستطيع أن يضغط على قرارنا السياسي والسيادي في أي لحظة. هذا من الناحية السياسية، وهذه هي المهم، لأن أنا قلت الأصل في هذه القضية سياسي. هو جذر سياسي. لذلك هذا الكلام مع احترامي يعني الشديد لفنيته لكذا، هو ليس كلاما استراتيجيا في البناء العام للدولة، في فلسفة بناء الدولة ليس صحيحا أبدا، ليس له علاقة بصحة القرار الاستراتيجي. فعندما نبحث عن الحلول سنقع في مطب آخر، وهذا المطب مطب كبير جدا جدا. لذلك كثير من الدول التي تعتمد على التسليح من الخارج هي دول فاقدة السيادة، لأنه في أي لحظة هذه الدولة، وهذا كمثال، هذه الدولة عندما توقف التسليح، وشاهدنا ذلك كان الاتحاد السوفيتي وغيره ومصر وغيرها والعراق،
عندما أراد أن يستخدم أسلحته ودول أخرى أوقفت هذه القضية، كيف صار الحال؟ طيب هذه نعم قضية منتهية. طيب كنت تسألني عن يعني قامت بتسريح أصحاب الخبرة والكفاءة، نعم ما هدف ذلك دكتور بعجالة؟ ما هذا جزء من سياسة المحاصصة، جزء من سياسة التخريب، جزء من سياسة رعاية مشروع هو لم يأتي للبناء. يعني هل تريد أن تقنعني أن من جاء في بعد 2003 بغض النظر عن نظام سابق؟ نعم نظام نعم اتركنا نعم من هذا الكلام، نعم لأنه بعد 21 سنة الحديث عن نظام سابق الحضيان، نعم هذا كلام معيب، نعم أساسا. لكن واقع الحال أنت مشروعية وجودك تتعلق بمشروعية إنجازك خلال 21 سنة. ما الذي أنجزه هؤلاء؟ هل يريد أحد يقنعني أنه هؤلاء جاءوا من أجل البناء؟ كل هذه الأموال متوفرة، كل هذا التأييد الدولي والإقليمي لهم، ولم يستطيعوا أن يبنوا شيئا، والآن بعد 21 سنة يبنون مجسرات يتباهون بها أن هذه خطة إعمار، هذه كذبة، عيب معيب. فبالتالي نحن أمام مشروع هو ليس للبناء، فهم لم يأتوا للبناء، لذلك إخراج الكوادر المهمة بالضبط ولوجود كل هاي الطاقات نعم وهالعقليات، ومن ضمنها حتى الدكتور نعم الدريد خارج نعم العراق نعم، هذا جزء من هذه القضية. طيب لماذا كل هذه الكوادر وكل هذه العقول خارج العراق؟ ما كان العراق يستفيد من عندها لو كانت نعم الأجواء والبيئة طبيعية. طيب وممكنة. أستاذ دريد، لو تحدثنا عن الحلول، هل تؤيد بقاء الكهرباء كمؤسسة قطاع عام، أو تؤيد الانتقال التدريجي والمدروس نحو القطاع الخاص أو الشراكة؟ هل تؤيد ضرورة خصخصة الكهرباء؟ بدقيقتين أستاذ دريد لو تفضلتم. نعم، الكهرباء فيها كما قلت خمس قطاعات، الخصخصة ستكون طبيعيا يعني اثنين من هذه القطاعات، طبعا قطاع يسمى قطاع الإنتاج وقطاع يسمى قطاع الجباية، ليس هناك ثالث، وبقية الثلاثة ستكون على يعني على كاهل الدولة، لم نعمل شيئا، أنت فقط تحول إدارة القطاع قطاعين من القطاعات باتجاه الخصخصة باتجاه القطاع الخاص، وتبقي كل شيء يعني بنفس الاتجاه، تعريفة الكهرباء يعني قطاعات التحويل والنقل والتوزيع هي نفسها هي ماذا يعني ماذا تتوقع الكهرباء السنه الجايه لو الان خصصت الاثنين هذه؟ نعم ستبقى بنفس المشكله، نحتاج مثل ما قلت الى دراسه وتغيير شامل لهيكليه الوزاره، وكذلك وعمل استراتيجيات حقيقيه وتوضيح الحقائق للمواطنين من انه الكهرباء هي ليست يعني هي ليست حق من حقوقه، هي عبارة عن خدمة قد يحتاجها جزء من الناس أكثر من الجزء الثاني، معناها أنه يجب أنه يعني يجب أنه تعطي هذه الخدمة لقاء أموال أكثر من سبعة من عشر أفراد من العراقيين لا يدفعون تكاليفها، وبالتالي فإنه يعني الشبكة العراقية هي الأسوأ يعني الأسوأ عالميا من خلال الجباية. شكرا شكرا دكتور رافع. أخيرا، ما هي الحلول والخيارات المطروحة لاجتثاث أزمة الكهرباء في العراق؟ هل الحل بإعادة هيكلة الوزارة بشكل عام؟ أنتم ذكرتم بأن هناك 250 ألف موظف، هل الحل بمجيء حكومة وطنية لا تسرق؟ هل الحل في الشركات العالمية؟ أين يكمن الحل دكتور؟ الحقيقة أنت لا تستطيع في إطار معين واضح ومرسوم بشكل واضح، ونتكلم عن العراق، لا تستطيع أن تصلح قطاعاً وتترك القطاعات الأخرى، لا يمكن، هذا غير منطقي. أنت لا تستطيع أن تقول لي أن قطاع التربية والتعليم في العراق متطور جداً بينما قطاع الكهرباء متخلف، لا تستطيع أن تقول لي قطاع المواصلات في العراق متطور جداً وقطاع العدالة والمتخلف، كل القطاعات مثل الأواني المستطرقة، يجب أن تكون بمستوى واحد وكلها تنهض نهضة واحدة، نعم والكل يرفد الكل والكل مفتوح على الكل. الكهرباء لها جزء في التعليم وجزء في الصحة وجزء في خدمتك وفي جزء في أجزاء كثيرة، والتعليم لديه جزء في الكهرباء
وهكذا كل القطاعات مفتوحة على بعضها وكلها تخدم بعضها وكلها تدار بعقول وطنية وقدرات وطنية تستطيع أن تستعمل هذه القدرات في إنتاج شيء مفيد للبلد ويستفيد منه المواطن وتستفيد منه أيضا الدولة. يعني نعم. عندما تبيع الكهرباء الدولة أيضا تستفيد وتفيد المواطن بهذه الخدمة. نعم. أما أن المواطن يترك روح اشتري كهرباء من المولدات الـ 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 نعم. الأهلية نعم. وما أعرف وين وجيب لك واير وسوي شطل، هذه قضية معيبة جدا جدا. فبالتالي نحن نحتاج إلى كل القطاعات أن تنهض، إذا نحتاج إلى إدارة وطنية. وبرا 21 سنة نحن نتحدث عن إدارة وطنية، لأنه هذه الإدارات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن فاشلة. نعم. وهي يجب أن تعترف بفشلها لأنه واقع الحال يثبت أنها فاشلة. فبالتالي ما هو البديل؟ نحتاج إلى إدارة وطنية، عقول وطنية نعم. قادرة أن تراعي طيب مصلحة نعم. العراق ومصلحة ماذا يريد المواطن العراقي. مشاهدينا الكرام، كان معنا عبر سكايب من برلين الباحث في مجال الطاقة الأستاذ دريد عبد الله. أستاذ دريد، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، وأشكر الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. شكرا دكتور رافع، حياكم الله. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.